اهلا بيكم فيديو جديد. تطبيق سوبلو للربح من الانترنت. التطبيق دوت اتطلب مني كتير في الكومنتات وبيطلب مني بقالي فتره، ولكن انا مش عايز اتكلم عليه لسبب. هو الابلكيشن مش ابلكيشن ربح فقط من الانترنت، ولكن في حاجات كتيره، والحاجات الكتيره ديت برضو هي اللي خلتني ان انا اعمل الفيديو ده او في التوقيت دوت. ولكن يا صاحبي قبل ما نروح للابلكيشن اللي معانا، اتمنى ان انت تصلي على النبي في الكومنتات، ده مهم جدا، لايك لان ده اللي بيوصل الفيديو او بيخلي الناس تشوف الفيديو طبعا، وكذلك ان انت تشترك معايا في القناه، عايزين نوصل 50,000. خلاص فاضل لنا تكه. دلوقتي تعالى نروح نشوف ابلكيشن سوجو. اول حاجه التطبيق، تطبيق مشهور جدا، اعلاناته ماليه الدنيا، انستجرام، فيسبوك، يعني في كل حته طالع لك الابلكيشن كده ما تعرفش منين. والتطبيق هو تطبيق تعارف عن طريق المكالمات، عن طريق الشتات، عن طريق الحاجات. اول ما بتعمل لك حساب يا صاحبي بيديك كوينز، الكوينز ديت المفروض ان انت بتستثمرها او مش بتستثمرها، انت ممكن تبعت بيها هدايا او تجمع اكتر كوين وتسحبها، ولكن الفكره مش هنا. الفكره عشان تجمع كوين اصلا في التطبيق، يا اما تشحن فلوس او تدفع فلوس، او ان انت تعمل الحاجات اللي هو بيقول لك عليها، والحاجات دي بتبقى محدوده، اللي هو ايه الفتره بتاعت التسجيل، زي ترفع صوره، تكتب اسمك، تكتب عمرك، مهنتك، يعني معلومات عنك بياخدها هو وبيعمل بيها حاجات مش كويسه، حاجات وهميه. انت اول اصلا بتفتح الابلكيشن بتلاقي صور لبنات بتكلمك هاي مرحبا مش عارف ايه، وطبعا ده كلها صور وهميه مش حقيقيه. انت هتكلمهم هيقول لك لازما عشان تتواصل وتكمل المكالمه او تكمل الرسائل لازم تدفع فلوس، وده الهدف الاول للابلكيشن ان هو يسحب منك فلوس باي طريقه. فنصيحه مني خلي بالك يا صديقي، ولو بنات بتتفرج عليا نصيحه مني، لو انت شفت الفيديو دوت فبلاش الابلكيشن. حتى انت لو نزلتيه قبل كده حاولي تمسح الحساب بتاعك، ما تكتبيش بيانات خاصه بيكي خالص، الصور اللي تحطيها كذا ما تكونش صور ليكي، ولا اصلا ما انصحش ان انت تدخلي على الابلكيشن او انت برضو يا صاحبي. ليه؟ زي ما انا قلت الابلكيشن هو ابلكيشن تعارف، انت بتدخل في مجموعه او في جروب بيكون في اكتر من حد بيتكلموا مع بعض في نفس ذات التوقيت، والمفروض لو عجبك الروم او اللي بتاع اللي هو عامله دوت فتبعت له هديه. طبعا في ناس بتبعت، ودول معظمهم بيكونوا معاهم فلوس او خلايجة من الخليج، يعني في فراغ كبير في حياتهم فمش عارفين يملوه بايه، فبيخشوا على البرامج دي. انت يا صاحبي بقول لك بلاش، انت يا صديقتي برضو بقول لك بلاش، لان الابلكيشن زي ما انا قلت وبكرر مرة المليون مش كويس. انا ما جبتش اي سكرين منه لانه انا شايف ان هو اصلا مش حاجة ان احنا اشرحها او اقول عنها، فيه بتعمل واحد واثنين وثلاثة وفي الاخر اقول لك مش كويس، هو اصلا مش كويس من الاول خالص. طب انت بتتكلم عنه ليه؟ طلب مني كتير في الكومنتات، كذلك الناس بتبحث عنه. فاتمنى ان الفيديو ده يظهر لاكبر عدد ممكن من الناس اللي بتبحث عن التطبيق، وربما يتعظوا من الكلام اللي بقوله وان الابلكيشن مش كويس، حتى انت لو حملته امسحه لانه صدقني هيوديك لطريق مش كويس، فنصيحة مني بلاش. طب انت بتدور على تطبيق تجيب منه فلوس، انت عايز تشغل نفسك كده اونلاين على الانترنت الشوية اللي انت بتقعدهم الفترة اللي بين الدراسة، ان شاء الله الفترة اللي جاية هحاول على قد ما اقدر اعمل سلسلة او بلاي ليست فيديو ازاي ان انت تشتغل، وبمعنى كلمة تشتغل اونلاين على الانترنت، هحاول ان انا اساعدك والله. بالنسبة للبرامج السهلة اللي الناس بتدور على حاجة اللي هو انت تنزلها النهاردة تجمع 100 جنيه بكرة، يا جدعان مفيش حاجة بتيجي بالطريقة ديت، صدقني مفيش حاجة بتيجي بالطريقة ديت. في ممكن ان انت تدعي اصدقاء، ولكن دي برضو مشكلة عندك انت، ان انت ما عندكش حد او ما عندكش العدد الكافي ان انت تبعت له لينك التطبيق مثلا اللي هتجيب منه فلوس. فان شاء الله هعمل بلاي ليست كويسه كده، سواء ان انت تعمل مهمات وتجمع فلوس ممكن ياخد منك وقت، او ان انت تشتغل، وده بيبقى برضو عقبه او مشكله عند البعض، لان الحاجات اللي فيها شغل بتكون صعبه عند البعض، اللي هو ممكن ازاي تعمل مونتاج الفيديو، وازاي اصلا توصل للخدمة او توصل الحاجة اللي انت بتعملها للناس والناس تشتريها منك. يعني انا ممكن ادخل على موقع خمسات، فايفر، موقع العمل الحر دوت، وفي شغل كتير جدا، سواء ترجمة، سواء مونتاج، اديت، الحاجات دي كلها موجودة ومطلوبة في السوق الحر او العمل الحر دوت. فان شاء الله هنعمل فيديوهات من الصفر، بمعنى كلمة من الصفر اللي هو انت اصلا لو مش عارف اي حاجة في اي حاجة، فان شاء الله هتعرف يا صديقي. انت لو بتتفرج لحد دلوقتي اشترك في القناة.
ممكن الفيديو ده تشوفه بعد ما نوصل 50,000. فبحب اقول لك ان احنا عايزين نوصل 100,000. ما هو البني ادم طماع كده دايما. فانزل يا صاحبي لايك الفيديو، اشترك معانا في القناة دلوقتي، اقول لك سلام.